صباح الخير مشاهدينا ام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم، وتحيه صباحيه لكم وين ما كنتوا عم تتابعوا صبحيتنا المباشره على الهواء ام تي في لايف. طبعا مش كلكم عم تتابعونا لان اكثريتكم علقانين بعجقات السير بلبنان هلا، وفعلا مداخل العاصمه صحيح انها ما تسكرت كليا لانه بتصور انه الحراك المدني يمكن مش قصده اصلا يسكر المنطقه او يكون في يعني صعوبه على المواطنين للوصول الى اعمالهم، ولكن ضروري كان انه يكون في تجاوب اكثر. ما في تجاوب كافي مع هالموضوع بالرغم من انه هالموضوع بيلامس كل فرد كبير وصغير، ورح يكون فعلا ازمه كثير كبيره بالايام حتى المقبله. ولكن اليوم في كثير من الحراك المدني شباب وصبايا تحت الشتاء وبكل العواصف يلي موجوده بلبنان اليوم مع كل الهواء الكثير قوي يلي موجود بلبنان، موجودين ليقولوا لا نحن مش قابلين بهالخطه يلي انتم حطيتوها، او مش مآمنين بأنه عم تحطوا خطة فعلا هي مفيدة لللبنانيين وهي مستدامة وعلى المدى الطويل في إلى يعني نتيجة إيجابية. ولكن أكثر من هيك حتى الخطة يلي أقرت ما مبين أنها قابلة إلى التنفيذ. فإذا أكيد انتبهوا على الطرقات على عجقات السير، يمكن عجقة السير هي بنفسها هي تعبير كمان على أنه نحن بنرفض كل يلي عم بيصير فينا، ولا ما بدنا ننطمر بالنفايات، ولا نحن شعب منحب انه نكون عندنا هالصوره بالعالم. ولكن لهلا بعد الحلول منا مبينه، ولو انه كان في اجتماع وكان في بيان مفصل، ولكن ما في ابدا ثقه فيه. نحن اكيد رح نتابع تطورات هالموضوع خلال النهار، ولكن كمان عندنا مواضيع ثانيه رح نتابع من خلالها ام تي في لايف. البدايه مع تينا، بونجور. صباح الخير كاتيا. صباح النور. يعني مثل ما قلتي الحراك المدني انا بتصور يعني هن كثير شددوا على النقطه انه هن ما عم يوقفوا بوجه الناس ولكن كرمال الناس. نعم. فنحن ما لازم ننتقد الشيء اللي عم بيصير، كثير هي نقعد ببيوتنا وننتقد انه ما عندهم خطط ومش واصلين لمحل، بس بضلوا احسن من الوضع اللي عايشين فيه نحن اليوم يعني. صحيح. والاشخاص اللي مش مضطرين ينزلوا يمكن ما لازم ينزلوا كمان اليوم على اشغالهم. صحيح، مفروض يكون في صناعين اكثر من مره، مفروض يكون في عصيان مدني. صح. لانه في كثير من المواضيع يمكن فيها اخذ وعطاء، الا هالموضوع ما بقى فيه اخذ وعطاء خالص. ابدا ابدا. شو عندنا اليوم؟ اليوم في عنا ايت سمارت، اكيد موضوع له علاقه بالتغذيه، رح تكون معي رندا فهد، في عنا مواضيع مختلفه ب اب تو ديت كاتيا وكوكينج اكيد. فإذا نحن وعم نتابع كل اللي عم بيصير على الطرقات بلبنان وعم نتابع الحراك المدني وقضية النفايات بهالوقت، كمان رح نكون عم نحضر لكم بعض المواضيع. اليوم رح نحكي عن التحضير الأولاد لزواج ثاني، العلاقات الاقتصادية بين لبنان والهند، قانون الإيجارات الجديد، والوقاية من سرطان الكولون، مواضيع عديدة ببرنامجنا. البداية مع أب تو ديت. إذا نبدا كمان مع أزمة النفايات. طبعا تظاهر آلاف اللبنانيين بالعاصمة بيروت السبت ب 12 شهر تحت شعار الإنذار الأخير الموجه إلى الحكومة لعدم توصلها إلى حل الأزمة. بوقتها رجع صار في اجتماع وصار في دراسات مكثفة وصار في نقاش كثير كبير، يعني في هيك رشح شوي من مجلس الوزراء، يمكن فضايح أكثر من فضيحة النفايات كمان. ولكن حذر الحراك المدني من انه نهار الاثنين رح يكون، كان سبت الانذار الاخير، فنهار الاثنين رح يكون في شل للعاصمه بيروت. وطبعا عم نشوف نهار السبت ونهار الاحد التظاهرات يلي كانت موجوده بالبلد، تظاهره مشيت من ساحه ياسين لرياض صلح نهار السبت والاحد، كمان كانوا موجودين الشباب بالساحات لحتى يقولوا لا. تزامنت طبعا التظاهره مع جلسه الحكومه، ولكن ما بعرف اذا كانت مفيده. المسؤولين عن الحراك المدني بيقولوا انه لانه نزلنا على الطريق اضطروا انه يكثفوا جهودهم، او بلكي لانه رح تغمرهم الزباله هن كمان.
طبعا نعرف انه صار لنا 8 اشهر بهالموضوع، وسبق انه فشلت اكثر من مره الحكومه بايجاد حل، بس كمان اكثر من مره كنا موعودين بحلول وانه الحلول خلص هيدي هي ومدروسه، حتى كنا مستعدين ندفع حقها يعني، بس مع هيدا وكله ما كانت عم توصل الى نتيجه ايجابيه، وكنا عم نوعد وما نوصل لحل. لنشوف شو معقول يصير بعد هالوقفه، وقفه الحراك المدني اليوم. طغت لحظات التوافق والإعجاب المتبادل بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كتير صور تداولت على الإنترنت، وطلعوا أكيد اليوزرز بهاشتاك برومانس من هالودية يلي ظهرت بهالصور بين هالرئيسين. هيدي أول مرة رئيس وزراء كندي من 12 سنة بيزور الولايات المتحدة، فمثل ما شايفين الصور اللي التقطت يعني مش معقول الانترنت يوزرز تويتر وفيسبوك بينطروا هيك لحظات لحطلي تا يعلقوا ويطلعوا صور وهاشتاجز ويمشوا ترندز على السوشيال ميديا. ننتقل لموضوع تاني، طبعا كل العوامل الطبيعية ممكن أن تكون بتشكل خطر كتير كبير على الإنسان، الزلازل هي واحدة منها. طور مجموعة من العلماء تطبيق جديد للهواتف المحمولة بيهدف إلى تحذير مستخدمي الهواتف من الزلازل وموجات المد العاتية والتسونامي، يعني بالاستفادة من تكنولوجيا مستخدمة بالهواتف، وانتشرت رح تنتشر بشكل واسع. فلما بيحدث الزلزال بيصير طبعا لكل ثانية عم بتمر أهميتها، وهيدا الحل من 5 سنين لما تسبب زلزال بقوة 9 درجات بوقوع موجات مد عاتية تسونامي تسببت بدمار واسع باليابان. ورغم أنه شبكة لرصد الزلازل بدأت بإصدار إنذارات مبكرة، ولكن الموجات قتلت نحو 16,000 شخص وتسببت بخسائر قيمتها 300 مليار دولار. وطور هالباحثين تطبيق للهواتف الذكية اسمه ماي شيك، بيهدف لرصد بيانات مقياس التسارع بالهواتف المحمولة وإرسال تحذيرات لجهاز خادم مركزي عند تسجيل نشاط زلزالي. فهيك من ميلي الهواتف المحمولة بتكون عم ترصد هالنشاط إذا في نشاط أي زلزال، وبنفس الوقت كمان المستخدم التليفون كمان بيكون عم ياخد تحذيراته. هلأ بعدين بتصير فوبي كل الوقت عم طلع بالتليفون في زلزال ولا ما في زلزال. تبين بحسب دراسة جديدة أنه نسبة الغرور مرتبطة بأبراج أكثر من غيرها. تنشوف إذا أنتوا من هالأبراج، وأنت كمان كاتيا. برج الأسد أول شيء بيتصدر قائمة الأبراج الأكثر غروراً، فهو بيحب السيطرة والتحكم بالآخرين، ما بيتقبل الانتقادات والأراء المختلفة عن رأيه، بتمتع بثقة عالية بنفسه وما بيضحي إلا من أجل الأشخاص القريبين عليه. برج القوس كمان غروره بيشعروا الآخرين أنه كتير مغرور وأنه غير اجتماعي ومتكبر، ولكن إذا كنت صديق متقرب للقوس فبتتغير نظرتك. برج السرطان كمان بيصعب عليه الاتفاق مع الجميع بسبب طبعه الحاد، فهيدا بيعتقدوا بعض الناس انه مغرور. برج العقرب غموضه وهدوء هيدا البرج بيجعل الاخرين انه يفكروا انه مغرور، ولكن لما يتعرفوا عليه اكثر بيكتشفوا على حقيقته. برج الحمل كمان واخر برج هو برج الحوت، طبيعته الانفعاليه والحساسه بتدفع الاخرين اعتقاد انه مغرور كثير. شو برجك؟ شو طلع ما حدا مغرور يعني؟ كلهم مفكرينه مغرور. في منهم مضبوط مغرورين يعني، نبلش من الاسد. الاسد مغرور، بعدين هذوليك حكم عليك اسد. نحكم على الاسد بالغرور. انا ما راح اقول لك شو برجي اصلا، ماني حافظته وما بامن بالابراج. منتابع لماذا تحتاج النساء الى ساعات نوم اطول من الرجال. شو قولك؟ ليش نحن بحاجه اكثر لساعات نوم؟ يمكن لانه بنشغل راسنا اكثر او تنحافظ على جمالنا. كل واحد حسب. استغراق المراه بالنوم وحاجتها للنوم اكثر من الرجال، بيقول الباحثين انه مرد هالشيء لانه المراه بتفكر باكثر من شغله بالنهار بنفس الوقت، وبتحب تكون بيرفكسيونيست ومثاليه بكثير من الشغلات. هالشيء بيسبب لها تعب، بيسبب لها توتر. هو مضبوط انه المراه مالتي تاسكر اكثر من الرجل؟ مش اكثر من الرجل بطبيعته.
هو مونود. بيقولوا العلماء يعني مش احنا عم نقول انه الرجل بيركز على شغله وحده وما بيقدر يركز على اكثر من شغله بنفس الوقت، مع العلم انه في رجال مبلا، في رجال بيعملوا افر عندهم هبه، ايه عندهم موهبه زي ما نقول. ولكن اجمالا النساء بيركزوا على كثير من المسؤوليات بنفس الوقت، وهالشيء بخليهم يكونوا بحاجه لساعات نوم اكثر. مارغريت تاتشر مثلا بحاجه بس لثلاثه لخمس ساعات نوم كان يعني، فاذا كمان في اشياء جينيه ووراثيه، وفي اوقات حل الحاله الصحيه، اوقات تكوين الدم والفيتامينز ناقصه، يعني في كثير اشياء كمان، ولكن اجمالا المرأة بحاجة لنوم أكثر لتحافظ على جمالها. حلوة هالحجة. تعالي لصورتنا اليوم من رشيّة، رح نشوفها سوا، مع أنه أبداً ما بتعكس طقسنا لليوم، طقسنا ممطر، في عواصف، هواء كمان قوي، فإذا معلقين أشياء برا ضبوا لأنه يمكن تسبب مشاكل على الجيرة حواليكم.